يوم بعد يوم وآية بعد آية، ولكن ما زال فرعون على تكبره وعناده ولرفضه أن يخرج بنو إسرائيل مع سيدنا موسى عليه الصلاة والسلام من مصر. فكانت الحلقة الأخيرة في هذه المواجهة غير المتكافئة ما بين سيدنا موسى وسيدنا هارون وبنو إسرائيل من ناحية، وفرعون وجيشه وقومه من ناحية أخرى. فكان الهلاك هو المصير المحتوم والذي فرضه الله سبحانه وتعالى على فرعون لكي يكون هو وجنوده وهامان آية لمن سيأتي بعدهم. فلما تراءى الجمعان قال أصحاب موسى إنا لمدركون قال كلا إن معي ربي سيهدين فأوحينا إلى موسى أن اضرب بعصاك البحر فانفلق فكان كل فرق كالطود العظيم. شاع رقم 12 عند بني إسرائيل كثيرا، وذلك لأن سيدنا يعقوب أنجب 12 ابنا، وفي روايات كثيرة عند أهل الكتاب أن كل واحد منهم أنجب 12 ولدا أيضا، وكأنه يشير إلى اختلاف الوطن وإلى اختلاف المواطنة. 12 عينا، 12 سبطا، 12 جيشا، صارت بنو إسرائيل في هذا، حتى إذ ما أنجاهم الله سبحانه وتعالى من فرعون وملئه فلق لهم البحر 12 طريقا حتى دخلوا إلى الأرض التي وعدوا بها. أهلا بحضراتكم مشاهدينا الكرام، وبنستكمل هذه الرحلة والمسيرة لسيدنا موسى عليه الصلاة والسلام ولبني إسرائيل هنا على أرض مصر، والآن نصل إلى المواجهة الأخيرة مع فرعون. برحب بفضيلة العالم الجليل الأستاذ الدكتور علي جمعة. أهلا بكم مولانا. أهلا وسهلا بكم. أهلا بفضيلتكم. الآن ربما تكون هناك أو يكون هناك شيء من الاقتناع بأنه فرعون وقومه لم يؤمنوا ولن يؤمنوا بما أتى به سيدنا موسى، ولم يوافق على خروج بني إسرائيل مع سيدنا موسى عليه الصلاة والسلام. الآن نتجه إلى المواجهة. برأي حضرتك يعني إلى أي مدى فرعون الآن مصر على القضاء على هذه الفكرة وعلى بني إسرائيل؟ بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله وآله وصحبه ومن والاه. بلغ فرعون إلى منتهاه في منع بني إسرائيل من أن يعودوا إلى البادية أو أن يعودوا إلى الأرض المقدسة أو أن يعودوا إلى فلسطين. أوحى الله سبحانه وتعالى إلى سيدنا موسى بعد أن دعا ربه أن يشدد على قلوبهم وأن يطمس على أموالهم وهكذا، يعني أمره سبحانه وتعالى بأنه قد استجيبت دعوة سيدنا هارون كان بيدعي معاه يؤمن عليه. وفي الحقيقة أن بنو إسرائيل أيضاً أتعبوا موسى، حتى بنو إسرائيل لأنه لما عرض عليهم الرحيل كثير منهم لم يوافق، وقلوبهم معلقة بمصر، ويريدون بعد ذلك سنرى كيف أن قلوبهم المتعلقة بمصر أبت حينئذ الحركة، فمتحركون بالعافية. وفي وقت الفتن والصدام وكذا إلى آخره أمرهم ربهم أن يجعلوا بيوتهم قبلة، يعني مصلى، وده يستدل به حتى في الحالة التي نحن فيها من مقاومة الميكروب هذا الشائع كورونا وكذا إلى آخره.
إنه نجعل بيوتنا قبلة، نجعل بيوتنا مساجد، حتى لا يتم كنوع من أنواع الاعتزال أو العزل المجتمعي اللي بيقولوا عليه إنه هو ده يقاوم الحالة دي. يعني الأمور ليها أصول، أصول بعيدة. فأوحى الله سبحانه وتعالى إلى سيدنا موسى أن أسر بعبادي، والسرايا تكون بالليل، يعني أنه يسري بهم في الخفاء ليلا. وكان فرعون بقى منبه المدائن كلها أنهم متغاظين من هؤلاء القوم، وأنهم تعبانين منهم. نعم، شرذمة قليلون، يعني شرذمة قليلون إنهم لنا لغائظون، إنهم لنا لغائظون، وكل واحد ياخد حذره، وده نوع من أنواع برضو العزل الاجتماعي. كل الأشياء دي كانت بتتم من فرعون وجنود، لكن الشعب لا، الشعب مختلف، وربنا سبحانه وتعالى أورثه بعد زوال فرعون مشارق الأرض ومغاربها. مين اللي أورثه ده؟ اللي هو الجيل الثاني اللي بعد فرعون اللي تمكن في الأرض. المهم إنه نهاية الجدلية التي بين سيدنا موسى وفرعون تمثلت في الإسراء بليل، فأتبعهم فرعون وجنوده مشرقين هناك عند جهة بحر القلزم اللي هو البحر الأحمر دلوقتي. يقال يا مولانا خليج السويس، موضوع خليج السويس هي اللي شهدت الأحداث وانشقاق البحر، هو الراجح هكذا. لأنه لما يكونوا في صان الحجر، ولما يكونوا في منف، ولما يكونوا في مطرهينة، الشرق بتاعها هو الخليجين والفرعين دول، خليج السويس وخليج العقبة. فهو في هذه المسافة، وأنهم جهة الشرق، وأن أتبعهم مشرقين، وأنهم راحوا بعد ذلك إلى طور سيناء، فإذا هو ده كان طريقهم، وده كان طريق فعلا. يعني كان في ثلاث طرق في سيناء للوصول إلى مصر، فواحد منهم في الشمال عند العريش كده بجوار البحر، واحد منهم في وسط سيناء، واحد منهم من عند جنوب سيناء وراس محمد دلوقتي وشرم الشيخ، وانت طالع على إيلات وبعدين العقبة وكذا. ربنا سبحانه وتعالى أمر سيدنا موسى وفهمه من الأول إنهم ما يخافوش، فرعون لن يستطيع اللحاق بهم. موسى خلاص صدق لأنه كريم الله، هارون صدق لأنه نبي الله، إنما كثير كثير من بني إسرائيل لم يصدقوا وخايفين، وكانت واقعة سودة لما عرفناك يا موسى. وإنت يعني طب اللي بيقوله كده هل يعني هو مؤمن حقا ولا هو متعب؟ ففي الروايات أن سيدنا موسى حتى قال في ليلة الإسراء والمعراج لسيدنا النبي أني قد خبرت الناس قبلك وقد أتعبني بنو إسرائيل. تعبوا حتى في هذا الهروب المشروع أو هذه النجاة التي أنجى الله سبحانه وتعالى وجعلها نعمة ومن عليهم، برضو تعبوا. وصلوا إلى حافة البحر، وكانوا بيقولوا إنهم نحو 600,000. الرقم ده مبالغ فيه ولا هو يعني هم دلوقتي قديلهم 400 سنة، ويعقوب لوحده عنده 11 ولد، 11 كوكبا، فهل لو كل ولد يعني خلف وكل 20-30 سنة خلفه يجيب الرقم ده؟ رقم كبير جدا، يعني رقم كبير جدا على هو طبعا احنا عندنا فترة
400 سنة ما بين سيدنا يوسف وما بين سيدنا موسى. فلو حسبنا كده إن ال 400 سنة دول فيهم الأجيال نقسمها على 25 يبقوا 16 جيل. الملاحظ في اسم سيدنا موسى إنهم 5-6 أجيال فقط، ما همش 16 جيل. فلو قلنا إن في 5 أجيال ما بين موسى وبين سيدنا يوسف ويبقى الجيل عنده 80 سنة، وإنه كل 80 سنة بيزيدوا بمتوالية هندسية، فنقول إن اللي جم مع سيدنا يوسف فاكرينهم إنهم كانوا 200 من البادية، يبقى بعد نعمل بقى 5 مرات 200 400 800 1600 3200 طيب 6400 ما هياش 600,000 يعني في فرق ضخم كبير في الحساب حتى لو خليناها على هذه المتوالية الهندسية كما يقولون. أيضا لو خليناها 16 جيل يبقى الثلاثة دول بقوا 6 بقوا 12 بقوا 24 48 96 200,000 لكن ما يجيبوش 600 وهكذا. فإذا هذه الأرقام محل نظر صحيح، لأنه ده خد أيضا جدلية كبيرة بين يعني بين المسلمين واليهود عبر التاريخ، كانوا بيجادلوا في النقطة دي كتير، وإنه الأرقام المذكورة عند اليهود فيها تعظيم لشأنهم. وإحنا لا ننكر لا سيدنا موسى لأنه النبي بتاعنا ونحن أحق بموسى منهم، ولكن نحن ننكر المبالغة التي لها دلالات سياسية. يريدوا إن هم إحنا اللي بنينا الهرم. بنيتوا الهرم فين؟ الهرم كان موجود قبل أنتوا وتدخلوا أصلا، واخد بال حضرتك إزاي؟ إحنا اللي مش عارف علمنا المصريين الزراعة. لا يا شيخ، ده المصريين هم اللي علموكم الزراعة وعلموكم الصناعة وعلموكم كذا وكذا وكذا. وأغلب الشعب ما كانش دي دعوة بفرعون اللي هو الشخص الذي طغى. هو طغى على مين؟ هو طغى على الشعب. صحيح. ولذلك النقطة دي نقطة لابد أن نقف عندها ونحررها، لأن الذي هلك فرعون وجنود. صحيح. وليس الشعب المصري. ده الشعب المصري ورث ما بعد فرعون. نعم. كما أكرمه الله بذلك. طيب أستاذ فضلك، بعد الفاصل نتحدث بقى عن انشقاق البحر وابتلاء البحر لفرعون وجنوده ونجاة سيدنا موسى وإيه الحكم المرتبطة بده إن شاء الله بعد الفاصل. خليكم معنا. في حياة موسى كان الغرق طريقاً للحياة والنجاة، فقد كان الماء أحد معجزات سيدنا موسى عليه السلام، حيث أنقذه مرتين. في المرة الأولى أخذته إلى ألد أعدائه وهو رضيع لتمنحه الأمان، بعدما ألقت به أمه في الماء خوفاً من أن يقتله فرعون، فأخذه الماء إلى قصر فرعون نفسه. أما المرة الثانية فقد أبعده الماء عن ألد أعدائه كذلك لتمنح موسى وقومه الأمان. فخلال مطاردة فرعون لبني إسرائيل وصلوا إلى البحر ولا يستطيعون عبوره، وكان جنود فرعون يلاحقونهم. فهنا تكررت معجزة الماء، حيث ضرب موسى عليه السلام بعصاه البحر
فتحول إلى طريق يسير عليه بنو إسرائيل، حتى إذا ما عبروا بأمان عادت المياه إلى طبيعتها وأغرقت فرعون وجنوده. أهلا بحضراتكم مرة أخرى. وفضيلة الدكتور، متى جاء الأمر الإلهي لسيدنا موسى بأن يضرب بعصاه البحر؟ ذهب سيدنا موسى فواجه البحر وهم صريخ. تخيل بقى كل اللي معاهم دول سواء كانوا 200 ألف ولا كانوا أي رقم، إنهم بيصرخوا. جيش فرعون جاي، جيش عجلات فرعون. الحربية جيش من ورائنا أو العدو وراءنا والبحر والبحر من أمامنا. وهو يقول لهم إن معي ربي سيهدي. طيب، فكان عنده فتى وتملي ملازم ليه، وكان هو اسمه يوشع ابن نون عليه الصلاة والسلام، لأنه الراجح أنه كان نبيا وكان في مصر. فبرضو ده برضو نهتم به إن احنا نذكره مرة كده ولا حاجة إن شاء الله في حلقة اللي هو يوشع بن نون فتى موسى. فركب الفرس بتاعته وجه يخوط في البحر، لأنه موسى بيقول من هنا، ربنا بيقول لي هنا. فجه يخوط في البحر فلقى الفرس مش ماشي، فرجع قال له أين قال لك يا نبي الله؟ يعني هو يوشع خايف إنه ده الله ده فيه هنا بيقول هنا وهو مش هنا، لأنه ابتدت المية بتغوط وإنه هيغرق كده. فطلع مرة تانية، أين قال لك؟ قال لك هنا، ربنا قال لي هنا، أنا هروح أعمل إيه؟ لغاية ما جاء الوحي اللي هم كانوا مستعجلين، وده يعني كربوا موسى يا عيني، يعني حتى لسه الوحي بيتنزل عليه وهو يقول قل لي بسرعة علشان إحنا خايفين. اضرب بعصاك البحر. قال له أيوه هي دي اللي ناقصة. فراح ضارب بعصا فانفلق في القتين كده، كل فرق كالطود العظيم، الطود اللي هو الجبل. فأصبح هنا جبل من البحر وهنا جبل من البحر، وبينهما طريق ممهد، وجعله الله سبحانه وتعالى رهوا، يعني قابل لأن يكون ممر. وقيل في بعض التفاسير، وده مأخوذة من بني إسرائيل، أنه فتح لهم 12 طريق. 12 طريق على عدد العائلات اللي هم الأسباط اللي هم أولاد يعقوب، اللي هم بعد كده 12 عين بعد كده، اللي هم 12 عين بعد كده. فكانوا تملي كل ناس مع بعضها، وكانت فكرة كل ناس مع بعضها ده علشان يكسفوا من بعض، أو يبقى العوايد واحدة، الخواص واحدة، فكانت كل عيلة تعيش مع بعضها علشان يبقوا متفاهمين مع بعض. مشيوا في البحر، وابتدى فرعون برضو لسه فاضله نص كيلو ولا حاجة عشان يوصل البحر. خلصوا آخر واحد فيهم، خلص هناك. لما آخر واحد فيهم طلع على الضفة التانية، نعمل إيه؟ ربنا ما قالوش تاني اضرب العصاية، ما قالش، سابها، ساب البحر زي ما هو. فيبقى إيه؟ واترك البحر، واترك البحر رهو. يعني هناك هناك الأولانية اضرب بعصاك، وهنا واترك البحر رهو. فهو ترك البحر من خلفه لغاية فرعون ما جه ودخل، والتانيين يقولوا له اضرب بالعصا علشان، فيقول لهم لا مش هضرب بالعصا. بنو إسرائيل يصوتوا إنه كده، طب ما يلحقنا، ما هو يمشي في نفس المكان اللي احنا مشينا فيه ويلحقنا. إلى أن أصبح فرعون وجنوده جوه البحر،
فانطبق عليهم وحدث حادثة غرق فرعون. قال آمنت بالذي آمنت به بنو إسرائيل، ده الإله ده اللي انتوا بتقولوا عليه أنا آمنت به، مفيش فايدة برضو. فربنا بيقول الآن وقد عصيت قبل وكنت من الكافرين. يعني ده جايب لي دلوقتي بتؤمن بالإله، اليوم ننجيك ببدنك لتكون لمن خلفك آية. وده برضو مما يعني وضعه القرآن إخبارا بما ليس في كتب السابقين، حاجة فريدة بقى يعني، علشان ما حدش يقول إنه القرآن ده نسخة من التوراة أو نسخة من كذا، لا سبحان الله. فعلا وجدنا إن فرعون نجا ببدنه بالرغم إنه غرق، إلا إنه المية رميته على الشاطئ. والمفترض إن هو كان في القاع، فممكن ضغط المية الشديد ده ممكن يؤدي إلى تهدك الجسم بالكامل يعني. تمام تماما، وكله أحياء البحر. لكن سبحان الله على الآية، ولكن هو نفض بجسده. وفي روايات بقى كثيرة شعبية إنه الله سبحانه وتعالى طلع صخرة من البتاع وكذا، كل ده ما يضرش، لكن ربنا نص على أنه اليوم ننجيك ببدنك لتكون لمن خلفك آية. وحينئذ ورث القوم الذين استضعفوا مشارق الأرض ومغاربها. القوم الذين استضعفوا اللي هم مين؟ الشعب المصري، اللي هم الشعب، مش بني إسرائيل. لا، بني إسرائيل خلاص رايحين بقى الأرض المقدسة ورايحين لجهة فلسطين. طب ليه ما ينطبقش عليهم الحديث؟ هم بني إسرائيل بقى، هم بقى اللي بقى لهم مملكة وبعد كده في فلسطين. ما رجعوش تاني. لا ما رجعوش تاني، ما هو قالوا له بقى اهبطوا مصرا فإن لكم ما سألتم وضربت عليهم الذلة والمسكنة وباءوا بغضب من الله. قصة تانية بقى خالص، مش اللي معانا دلوقتي. اللي معانا دلوقتي إنه أصحابنا دول ضاعوا. مين أصحابنا؟ فرعون وهامان وجنودهم، راحوا غرقوا خلاص، ونجى الله سبحانه وتعالى فرعون. موسى نجى الله سبحانه وتعالى جسد فرعون. جسد فرعون. يوما ننجيك ببدنك. نعم. بعد هلاكه نجى جسد. فهذا الجسد أخذوه وحنطوه. ولذلك لما جم يعملوا اختبارات على جثة رمسيس الثاني، وجدوه قد مات بإسفكسيا الخنق، بإسفكسيا الغرق، بالخنق اللي بيتسبب من الغرق طبعا. ووجدوا بعض الأعشاب البحرية موجودة فيه، سبحان الله، دقيقة، وربنا أبقاها علشان يقول إنه هو هذا إنه هو ده. أستاذن فضلتك، نتوقف عند هذا الحد إن شاء الله. في اللقاء القادم نتحدث عن سيدنا موسى وسيدنا هارون عليهما الصلاة والسلام وبني إسرائيل في سيناء وما حدث لهم في سيناء، وهناك الكثير من القصص والمحطات في هذه الفترة المهمة. بشكر فضلتك جزيل الشكر. شكرا لكم. شكرا جزيلا لحضرتك، والشكر موصول لحضرتكم. إلى اللقاء.